نادرة، حد أذى نادرة؟ يعني أول اسم تنطقه اسمها؟ أنا هتجوز نادرة. قوم بالسلامة وبعدين نتكلم. خبطة الراس صعبة معلش. إيه فين؟ موجودة. هتروح فين؟ خليك في صحتك. بلدنا يا بنتي ما فيهاش لا حب ولا جلع، بلدنا فيها جواز وسطرة موت بس. خبرك ايه يا فلاتي؟ لماذا انطفأت فرحة الميت جني؟ مفيش ستات راضية تطلع على المرسح يا شيخ زهار. أحسن، بلاش مسخرة وقلة خشة. العجيب إن هم يروحوا الكرخانات وياخدوا رخصة بالهلس ويجوا عند المرسح ما يطلعوش. والله اقتربت الساعة. أنت سمعت يا ألاتي أن هناك فتاة تدعى عباسية قد استخرجت رخصة لقيادة الأوتوموبيل؟ عشنا وشفنا عجايب، وقد ركبت ذوات الفروج السروج. فروج ايه وسروج ايه؟ شوف انا بقول لك ايه وانت بتقول ايه؟ ده بدل ما تدور معايا على حل. اكيد في حل اخوي، اكيد في حل. اكيد في حل. ان شاء الله نخلي راجل يلبس ست. استغفر الله العظيم. ايوه راجل يلبس ست ويعمل دور نادره، ولا انت ايه يقولك يا شيخ زهار؟ خيبك المولى يا ألاتي يا فلاتي يا نجس، اف لك ولما تفكر فيه. امشي اغرب عن وجهي يا سيء الكار. قال نلبس دور ست. قال مش فاهمك انت، واغرب انت اللي عن وجهي، مش انت اللي جاي عليا. ايوه صحيح، انا اللي نمشي. السلام عليكم يا نجس. ولا بتفهم حاجه، ولا بتفهم حاجه انت يا شيخ زهار. زكريا ده؟ رجعت وبنتك اللي معاك دي؟ ايه؟ هتكلمي روحك يا امه؟ لا، شفت زكريا ومعاه بنته رجعوا بعد سنين. صباح الخير يا مولاوي. انا عايز التربة اهلاوي عشان الجاموسة شايعة. ما انا واقف سامح، جاموسة واحدة عشان الترعة يتعب. ما تقولش واحدة ويطلعوا اتنين حلتيش غيره. واحدة وانت عارف انا جيت كذا مرة قبل كده. ما فاكرش. طيب هات ترك وتعالي. حاضر، بس انت عارف رفطاه وجمح. ماشي تعالى وكيل. يلا اكيل. تقولش العمدة يا اخي؟ ما تقولش لواكل عيشك. لا حاضر. هو أكل عيشي ولا أكل عيش الطور؟ واحد يا ولدي، واحد. إيه؟ مين يا الدلعات؟ مش انت اخت سكينة؟ ايوه، ومعذورة واجعة في عرضك، والسكينة قالت انك ما بتكسفيش اليد.
طبعا يا اختي تفضلوا ادخلي ادخلي. جعانة يا ريا، عديت على أصداف وما لقيتهاش، هاتي أي لقمة. أمك فين يا بديعة؟ قالت لي أطلع برا، معاها شغل. أصداف لا، لا يا ريا. مين؟ حمد الله بالسلامة يا زكريا يا ولد نعام. وجبت أمي كمان. الله يسلمك. تفضل. خش يا هلاو. ادخلي. تفضلوا. تفضلوا يا مرحبا. تفضل. تفضل. اعملي شاي يا نادرة، خالتك حرير. أنا قلت الغربة نستك حريرة وهلاوي. الناس الزين ما هيتنسوش يا حريرة. بص، قبل أي جولة هلاوي عايز بيتك، وهلاوي مش قليل، عنده طور المرحوم ملكه، ومفيش طور تاني في النجح، وكل العجول الصغيرة والبطون نتي وتكورة عيال طور هلاوي، وها عافي ومليح وما تلاقيش زيه لبيتك. ومين ده يا حريرة اللي ما لاقيش زي البت؟ ها؟ هلاوي نجروا الفتحة. نجروها. قولها بصوت عالي عشان احفظها معاك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تعيشوا ملح سايق عليكم النبي. واحنا قلنا حاجه في العيش والملح؟ سيبيها تكمل كرامها وجميلها، ما دام خاطيه يبقى تاخد جزاتها. لا، اللي اكرمتنا بديها بعمري ودينا بضحكم وبضح روحي معاها. سيب المره. وبعدين افمحنا الحريم، لو فاجت هتودرنا كلنا. خلص. لم اختي كرايا. اتلمي يا بت، اتلمي لا تفنك جارها. حرام يا ريا حرام، لا المرة ماشية مع خواجات ولا وجعتني بكلمة، عيشها لسه ببطني يا ريا حرام. ما تفحرش يا عبد العال، ارفع يدك يا حسن الله. ليه احنا تحت حكم الحريم؟ ده عهد جديد، الخاطية واللي تتبع الخواجات حلال. تحت حكمي وانت عارف، والمرة مش خاطية ولا تتبع الخواجات. ها؟ ترجع متخدر على بيتها. عارفة يا سكينة؟ فيها رقبتك ورقبة ايدي. بس حاضر. خاطية ولا مش خاطية؟ وانجليز ولا لا؟ الكلام ده كنت تقوله الأول قبل ما اشيل وخدة. اخص على شرطة الحريم. وسعي. اتفه. اتفه عليكي. على قلب اللي نخل كلامك. روحي. الشمس طلعت ونورها باين، وحبيبي قام بالسلامة. أنا الحمد لله كويس. فين نادرة؟ سافرت يا حبيبي، أبوها أخدها وسافروا بلدهم. ما هي الناس لازم ترجع بلدها في الآخر يا يوسف.
أنا اخترت خديجة هنا وعايزة أتجوز نادرة. طبعا مالها نادرة؟ الفقر مش عيب. أنت يوسف بيه ابن نوار باشا، وهي خدامة بنت خدام، بس مش مهم، الدنيا اتطورت. طوس ممكن يتجوز فرخة، بامبا ممكن تبقى هي صاحبة القصر، مش مهم يعني. ليه السخرية دي طيب؟ السخرية أرحم، عشان كلام العقل هيزعلك. الست بتبقى على اسم جوزها يا خديجة هانم، ونادرة ربيتك وتعليمك وهتشرفك. تشرف بلدها، تشرف أبوها، تشرفني أنا؟ لا. على كل حال الموضوع خلص خلاص، هي رجعت بلدهم وهتكمل حياتها هناك. اعتبرها كانت معاك في أوروبا وماتت في الحرب، وابدأ حياتك من جديد. اختار واحدة عليها القيمة، عشان لما تخلف أقدر أقول ده ابني يوسف بي وفلانة هنا. مش عايزة أحفاد من خدامين في قصر نوار باشا. يا يوسف بي، نزل لك موت ورجعت تاني. أنا زي ما يكون حد خبطني على راسي. أيوة صح، في رجلين دخلوا ورا أختك وخبطوني. هي رايا فين؟ الحمد لله بسلامتك. كانوا حرامية ماشيين وراها ودخلوا وصرخت، بس طاروا وجات قالت لي وجيت لك. أنت غالية قوي يا أصداف. فيك البركة يا أختي. إيه دول؟ لما وقعت يتلفوا حوالين رقبتك كانوا يخنقوكي، فكيتهم. ردي بابك زين يا أصداف، هسيبك ترتاحي. كتر خيرك يا سكينة. طب خليكي شوي، خليك سابك، المهم اني اطمنت عليكي. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك لينا. هي فين بلد نادرة وزكريا ياس؟ في الصعيد تحت يا باشا، بلد صغيرة في سوهاج. تعرف توصفه؟ ايوه، لكن ما تخافش. بكاش عشتانة، بكاش عاوز ألعب. طب حصلي. يلا يا بديع، دوشتي خالتك أصداف، ما تخليها تبيت. وما عايزة، ايه رأيك تروحي مع خالتك ولا تبيتي معايا؟ أقعد معاك. شفتي، هاخدها الصبح. ماشي، يلا خلي بالك على نفسك، بيقولوا النساوين بتتخطف بالليل ما بترجعش. الحارس الله. سلام. سلام. اجري. همسك يوسف. فين يا ياسا؟
ما عرفش يا ست هانم، هو طلب ينزل في الطريق ومشى من غير ما يقول ولا كلمة. انت كبير على اني اكدبك يا يسا. انا مش بنكدب يا ست هانم. مش انا قلت اللي بيعملوا المسخره دي يروحوا الكراكون؟ قلت يا ست هانم. وبعت لهم يوسف عشان يطردهم؟ حصل، بس هو راح وسهر معاهم، لقاهم ناس طيبين. تروح لهم دلوقتي وتمشيهم ويباتوا في الكراكون يا ياسا، ولو ما باتوش في الكراكون والمكان اتقفل هتبات انت في الكراكون يا ياسا. حاضر يا ست هانم. يقولوا لها سقينا يا ست الحسن، وست الحسن تسقيهم. تسقي الغراب يفرح ويقول لها يجعل سوادي في شعرك. تسقي الورد يفرح ويقول لها يجعل حماري في خدودك. احكي لي عن العفاريت. ايش معنى العفاريت؟ احلى وبشوفهم. بتشوفيهم فين؟ عندينا في البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بتشوفيهم ازاي؟ سر في بير. النسوان الوحشة وتعمل الوحش وتمشي مع انجليز أمي وخالتي وأبويا وجوز خالتي بيموتوهم، وأنا بعد كده بشوفهم. يدوم العز يا عم ياسا. سامحوني يا أولاد. معقولة نزعلوا منك يا عم ياسا؟ الله يخرب بيتك يا عم ياسا. مسامحك يا ولدي. يا جناب الأمير العاي، أعذرني، أنا مجرد زائر أتى بالصدفة البحتة، ولا أعرف هؤلاء الفلاتية إلا على مانة. لا أنا هقبض عليك عشان النحو اللي أنت بتتكلم بيه ده، مش أكتر. قدامي لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عالم أخرجوني، أني لا أعرفهم البتة، أني راجل محترم نحمل شهادة العالمية، لست صعلوكا زيهم. بتتخلى عننا يا شيخ زهر، إحنا مش صعليك، إحنا أرتست فنانين وأصحابك. أني لن أعرفوك ولم أرك إلا صدفة، أنت والفلاتي بتاع اليانصيب. كلمة زيادة يا شيخ زهارة هنصرخ ونقول إن أنت بتراودني عن نفسي. خسئت يا ألاتي يا فلاتي، وتهون عليك عشرة العمر. أيوة كده، ارجع لعشرة العمر أحسن. يا سيادنا افتحنا، أني ورايا مرسح. عارفين إن يعني إيه مرسح؟ مرسح مين يا خولل؟ هو أنت إيه، الميت جيني لحسوا عقلك؟ افتح يا سيادنا. انت بتشتغل في المرسح؟ انا صاحب مرسح مش بشتغل فيه، نخرجه بس من هنا. ده المرسح ده غرامي والغنى عشقي يا سيدي. ولا وقت غرامك ولا عشقك، افتح لنا يا سيادنا. انت بتشتغل ايه يا ولا؟ متسول شحات يا سيدنا. نغنوا الناس تديني، مسكوني ورموني هنا. حسك حلو بقى الزهار يتحبس مع شحاذ متسول، والله اقتربت الساعة. تسمعني ولو عجبتك نغنوا على المرسح قدام الخلق؟ موافق، بس غني. يا سيادنا طلعونا من هنا، احنا مش مجرمين، أنا وديع البساط صاحب مرسح الأمل. مرسح الأمل إيه؟ الله، وكمان سميت المولود قبل ما يتولد، اللهم نجيني من صحبة المجانين. غني غني، سيبك منهم دول ملاحيس. يلي سرقت يا ابني، شوف حاجة غير سرقت دي، عاوزين نطلعوا من هنا الله لا يسيئك. يلي كويت الفؤاد الفؤاد الفؤاد، ارحم وبنظرتك ارقيني ارقيني، ارقيني وبنظرتك ارقيني، ارقيني. عجب، انقذنا صوتك يا شحاذ. انقذنا الفن يا شيخ زهار. انت اسمك ايه يا ولا؟
فرح. فرح شحت واسمك فرح. اه والله لو كان الاسم يشترى كان الفقير سماه ابنه مسخره. انت معايا في الفرقه ولا فرح؟ الهي يعمر بيتك، الهي ما يرقد لك جدك، الهي مرصحك يلعلع وجمهورك يسقف. صح اغني وعم زكريا قاعد، ده انت الاصل وعم الربابه وابوها. ايوه صح، قول عم زكريا. ايوه صح. قول في ابو زيت وسمعنا، قول في الزناتي خليفه. يا رحمن يا حي يا صمد، إلهي تعالى مقتدر الرحمن. عيني ها يا عيني على ها، عيني ها يا عيني على ها، دعوتك يا رحمن يا سامع الدعاء، فاقبل دعائي إنني غلب. عم زكريا خلص، يا عم زكريا عايز اخش، مش هنقعد في قصه ابو زيد احنا. ايدك تقيلة قوي يا زكريا. الحمد لله انك بخير يا بيه، انا نبهت على سعادتك سابق، ابقى مش عايز. شرفت بلدنا يا باشا، اتفضل. شربات للباشا. شرفت بلدنا يا فندق. شرفت نقعد. عندكم فرح كويس؟ ده فال حلو يا زكريا. ربنا يفرح قلبك يا باشا، اتفضل الشربة. شكرا. أنا عايز أتجوز نادرة يا زكريا. بعد سنين يحكي ويتحاكي، ما تشرفته يا باشا.
خليهم على راحتهم. خلص يا واد، ابوها واقف. يعني اعمل ايه؟ بعد عن الباب شويه، ما هينفعش كده يا واد. اقول لك ابوها واقف، خلص. ما حدش يعمل كده يا حريره. اختي شهيب، كيف توقفيني جارك في حاجه زي دي؟ انت وولدك ادب من بعض. اهو زعل يا مدهول، قلت لك خلص. ضربانة يا حريرة، وطول النهار والليل عايزة نعمل كل حاجة بلا وجه. صبر اتصبر، اطفي اللندة. ايه؟ ليه؟ ليه كده؟ ما حشوفش. احسن زي ما انت عايزة، بس خليكي قريبة عشان امسكك وما لوش. وايه بقى حكاية الشحات اللي نفسه يغني ده؟ الدنيا ضاقت عليا قوي يا سعالي بعد الحرب، واني ماليش صنع. نزلت من بيتنا مهموم ودورت على شغلانه في كل الدكاكين، كرشوني. عدى عليا كذا يوم بليله مفيش لقمه، اترميت على البحر، ومن كتر جوعي قعدت نغني. ياللي خلقت الكون عمرك ما تنساني، كيف والنبي كيف والنبي كيف والنبي حبيبك تخلقني وتنساني. ده الرزق منك والعفو منك، وانت وانت الكريم عمرك ما تنساني. وعنها يا سي علي، واني لسه يا دوب ما خلصتش الكلمه ولقيت لك شلن اترمى في حجري، فعرفت اني خلاص بقيت شحات. واحس الحلوه جاب لي الرزق. وامك وابوك فين وناسك ولا مقطوع؟ انا ابويا سماني فرح تريقه، خلف 8 بنات واني التاسع. امي ضحكت عليه وقالت له بنت، ضحك وسماني فرح. لما عرف اني ولد ملحقش يغير الاسم، من الفرحه مات. اني الفرح اللي اتولد في العزا. بص يا فرح، انت حسك حلو، اني هنعلموك المقامات الصح، وهنعلموك الغنى، وتلازمني. كل صنعة وليها اسطواتها، علشان تبقى قسطة لازم تتعلم زي ما اني اتعلمت بالظبط. اني ترميت بالليالي جنب الافراح، نسمعه الشيخ سلامة ونسمعه الشيخ سيد، ونحبه على ايد كل من مسك العود، علشان نتعلم. ليك رية ومزاج لازمني، مالكش تشرب الشاي وتتاكله على الله، ما تورينيش وشك تاني. أني حنلازمك وانت فكار أبويا وشيخي. صباح الخير يا يوسف بيه. صباح الخير. أعرفك متر فايز، المتر بتاعنا هيقعد معاك هو والكرو بتاعه، هتحكي لهم على كل الموضوع، بعد كده ما تقلقش على حاجه. هتعمل لي توكيل باسم يا يوسف بيه، هتروح مع سامي وحاطمني وبس، هو بقى هيتعامل بيه قدام اداره المباني الاثريه والوزاره. عايزك تسلمني اي ورقه او وثيقه بتثبت عمر القصر وتاريخ انشائه وملكيته، ان شاء الله حتى خبر في برنان. الباقي ده بقى شغلنا احنا. هحتاج ان انا ابص على القصر. الحقيقه انا لسه هنقرر اذا كنت هعمل توكيل ولا لا،
لان عندي المحامي بتاعي، وبالتالي مش هينفع اخلي حضرتك تبص بس على القصر. عظيم، انا هبقى اكلم فاروق بيه. احنا اسفين على الازعاج. يلا يا شباب لغايه ما البيه ما يبقى يقرر. شفتني هتضربني ومعاها شغل. سناء مين؟